السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم غنسردو لكم افضل 5 مدن سياحيه في المغرب لشراء عقار. فاذا كنتو كتقلبوا على فرصه الاستثمار في المغرب ولا تجربه الحياه اللي زوينه بزاف في واحد البلد اللي عنده واحد التاريخ كبير وثقافه متنوعه ومناظر طبيعيه خلابه ما غاديش تلقاها في شي بلد اخر، فبلا شك كتسائل على اشنا هي احسن مدينه اللي ممكن تشري فيها عقار اما للسكن ولا للاستثمار. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نجاوبوا على هذا السؤال بناء على معلومات اعتمدنا في جمعها على اراء مختلفه ديال الناس ووكلاء عقاريين مرشدين سياحيين وعلى احصائيات ديال البنك المركزي المغربي وكذلك لباريم ديال المحافظه العقاريه. مشينا على بركه الله. نمبر 1 ولا رقم 1، مدينه الحسيمه واللي كيسميوها الناس جوهره الريف اللي كتطلع على البحر الابيض المتوسط وكتميز بواحد الجو رائع جدا طول السنه. عندك واحد السما زرقاء، البحر زرق، الشواطئ لعلك ترضى اللي حبيتي وسير ليه. شاطئ كالابونيتا، شاطئ الصفيحه، شاطئ ازدي، شاطئ ارمود، عندك كورنيش صابادية، المنتزه الوطني، الحديقه، منطقه ميرامار، وزيد وزيد. يعني ما غاديش تقنط نهائيا في هذه المدينه، جو ديال الطبيعه والاستجمام 100%. العقار في هذه المدينه ديال الشقق المتوسطه كيبدا من 8000 درهم للمتر، حاجه مزيانه. يعني الا بغيتي شقه هنا كيخصك على الاقل واحد 56 مليون. اختاريتي تشري ارض وتبنيها، فاذا اختاريتي الدخل في منطقه شعبيه الثمن هو 5000 درهم للمتر. قربتي للشواطئ غتاخذ الارض ب 10000 درهم، يعني الثمن الابتدائي هو 10000 درهم. ولكن كتبقى هذه المدينه الا بغيتي تستثمر فيها هي مدينه ناجحه لان الطبيعه مساعداها بزاف والله سبحانه وتعالى ميزها بهذا الموقع الرائع. الناس اللي دازوا في هذه المدينه ما تنساوش تخليو لينا تعليق نعرفوا رايكم. ندوزو للمدينة الثانية وهي السعيدية، غنية عن التعريف وثاني أحسن بلاج في المغرب. هاد المدينة بحال شرم الشيخ ديال المصريين تقريبا، الفرق هو حنا لابلاج ديالنا حنا اللي كنمشيو ليه. عندك الصيف ما تلقاش بلاصتك في هاد المدينة، النص ديال المغرب كيمشي لتما. كنضحك، ولكن فعلا هاد المدينة راه منتجع سياحي ديال الاستمتاع بالسباحة والبحر والكورنيش. قريب ليها حتى واحد الشاطئ سميتو راس المازوين وتيكونوا الناس فيه قلال بالمقارنة مع شاطئ السعيدية في حالة إلا مشيتي ولقيتي الدنيا عامرة تماك. على أيين ثمن العقار ديال الشقق حاجه مزيانه في بلاصه مزيانه كيبدا من 10000 درهم للمتر، يعني شقه 60 متر غادي تديها ب 60 مليون. استثمار واعر وناجح الى كريتيها. عندك مثلا واحد 500 درهم ديال الكرا الليله، 500 درهم وانت كتحكم في الوقت ديال الكراء اللي بغيتي. زيد عليها الى كريتي هاد الشقه واحد 4 سنين 5 كاع غادي ترد فلوسك كاملين اللي خسرتي في هاد الشقه وتبقى لك الشقه ديالك. هذا علاش السعيديه كتعتبر استثمار ناجح، فغتوكل على الله وانت مغمض عينك. المدينه الثالثه هي افران. هذا المغرب عجيب جدا، حباه الله سبحانه وتعالى بكل شيء. بغيتي البحر كاين، بغيتي الشمس كاينه، بغيتي الغابات كاينين، بغيتي الثلج كاين، كل شيء ولله الحمد عندنا. افران هي من اجمل واحسن الاماكن في العالم كامل. كنت تحدثتو على واحد المحميه طبيعيه، على جوهره الاطلس، على واحد الهواء نقي بزاف. عندك ميشليفن الى بغيتي دير سكي، عندك عين فيتال، عندك ضايا تعوى، الغابات والمنابع ديال الماء الطبيعي منتشرين على الجاد. يمكن احسن ما ممكن تشربوا في المغرب هو في هذه البلاصه هذه. ما بارد، ما تحتاج تشري لا ثلاجه لهم يحزنون، كل شيء عندك طبيعي. بالنسبه للعقار ديال الشقق فهو كيبدا من 10000 درهم للمتر، حاجه متوسطه. كاينه ميزات في القديم، يعني تقدر تلقى شقق مزيانه ب 45 مليون مثلا، وكاين قل كاين قل، وهذا توجه كينهجوه بعض المستثمرين اللي كيدخلوا على شقق قدام وكيعاودوا يحسنوا فيها باش يستغلوهم في الكراء اليومي. المهم افران كيبقى ديال اللي بغى يعيش واحد 100 عام والاعمار بيد الله، ولكن ماشي بحال واحد كيشرب ما طبيعي وكيتنفس هواء نقي بحال واحد عايش وسط التلوث. المدينه الرابعه ديالنا هي جوهره الجنوب ولا جوهره الصحراء، وحدة من ابرز المدن اللي غادي تلعب دور كبير في المستقبل من حيث الاستثمارات والاوراش اللي غادي يكونوا فيها ان شاء الله. كنهضروا على الداخله، واحد القبله ديال السياح اللي معروفه في الرياضات البحريه، وانا متاكد الى لقى المغرب البترول ان شاء الله غادي يرد هذه المدينه بحال ابو ظبي، حيث عندها تقريبا نفس التضاريس ديال الصحراء اللي كتلقى مع البحر. والمدينة الحمد لله راه غادية في التطور، فيها كل شيء، فيها مطار جوي، فيها نقل كيربط ما بين العيون وأكادير ومراكش، المعيشة فيها رخيصة بزاف، عندك شواطئ كتار، شاطئ أم البوير، شاطئ بورتوريكو، جزيرة التنين،
عندك إمليلي وغيرها من الأماكن السياحية. العقار هنا فرصة مثالية حيث مازال رخيص، وتقدر هنا تشري فيه فيلا ولا ميني فيلا بثمن جد مناسب. عندك 90 مليون تجيب لك فيلا زوينة، فإلا قررتي تستمر هنا ولا تشري أرض غادي تكون كتفكر على المدى البعيد. ندوزو بسرعة لآخر مدينة وهي مراكش، وما غاديش نتحدث على مراكش بزاف حيت كلش كيعرفها وكيعرف العالمية ديالها. شكون ما شافش ولا سمع بجامع الفناء، حديقة ماجوريل، قصر البديع، المنارة الكتبية، لالهم تكركوس، أوريكا، وكيمدن، جبل طبقال، وزيد وزيد، يعني المنطقة مصنفة عالميا. بخصوص العقار، الثمن متوسط، يعني شقة مزيانة في مجمع سيكيريزي بالبيسين وشي حديقة مسدودة غتقام عليك بمية مليون. كاين أماكن بعيدة اللي غادي تلقى بخمسة وأربعين مليون. المهم الأمر مرتبط بالقرب من الأحياء الراقية ولا الشعبية. فإذا كنتي باغي تستثمر في العقار مثلا، فاختار ديما القرب من الأماكن السياحية اللي خارج مدينة مراكش، تما تقدر تلقى الرخص شوية وتطور من المشروع ديالك اللي غادي يحتاج منك واحد المجهود وتواجد كبير. وصلنا لنهاية هذه الحلقة، ما كرهناش تخليو لينا تعليق بخصوص آرائكم، وإذا كان عندكم كذلك اقتراحات لمدن أخرى أو أماكن أخرى اللي ممكن يشري فيها الإنسان لأجل السكن ولا الاستثمار، فما تبخلوش علينا عفاكم على المشاركة ديالكم، راه مهمة بالنسبة لنا بزاف، وكذلك الناس غيستافدوا منا. ما تنساوش إذا ما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا، ديروا سبسكرايب، كنشكركم، نشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة، إلى اللقاء.